بروجرام جدا ان هو ما هوش حاجه او اتنين، لا هو حاجات كتير سوا، برزنتيشن سكيلز، كوميونيكيشن، ليدرشيب، وبعد كده في كمان انترنشيب وبروجكت بنشتغل عليه، فهو كذا حاجه في نفس الوقت، فده حاجه كويسه جدا. النهارده موجودين في كليه صيدله جامعه القاهره ايمانا بينا في وائل اف ان رحلتها مش بتنتهي بس في الجامعات التانيه، عشان كمان نحاول نلاقي كل الكوادر الشبابيه اللي نقدر احنا نتحسنهم ونخليهم اكتر قابليه ان هم يبقوا ليدرز في المستقبل. وائل اف عجبني ان هم فعلا قدروا ان هم يطلعوا ناس يقدروا يبقوا ليدرز في ذا فيوتشر، نقدر نعتمد عليهم، عندهم ريسبونسبيلتيز، وقدروا ان هم يعملوا ديفلوبمنت في شخصيتهم.